إلى الكويت مرة أخرى، وينضم لنا من هناك المحلل السياسي الدكتور عيسى العميري، حياك الله معنا في التاسعة. دكتور، ماذا يعني إبطال هذا المجلس اليوم؟ وكيف يلقي بظلاله على المشهد السياسي الكويتي بشكل عام والعلاقة بين السلطتين أيضا؟ نعم، في البداية يعني أمسي عليك وأمسي على أختي الكريمة وعلى المشاهدين الأكارم. طبعا اليوم صدر في دولة الكويت الحكم في 19/23/23 بأعلى سلطة يعني قضائية في دولة الكويت بما يسمى بالمحكمة الدستورية، وهي ممثلة بسمو أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، وبالتالي ببطلان يعني وفقا للمادة 107 من الدستور ببطلان مجلس الأمة 2022 والعودة إلى مجلس 2020 برئاسة رئيس مجلس الأمة السيد مرزوق علي الغانم، ونهني ونبارك له في هذا يعني منصبه الذي شغله من 2013 إلى 2020 والآن مستمر فيه. وبالتالي استندت إلى يعني المحكمة بعدم دستورية بطلان مجلس الأمة وفقا لاستقالة رئيس مجلس الوزراء الأسبق الشيخ صباح الخالد، ووصولا إلى رئيس مجلس الوزراء الجديد الشيخ أحمد نواف، ومن ثم أدى القسم أمام مجلس الأمة وأبدى كتاب عدم تعاون مع مجلس الأمة، وأدى إلى يعني حل مجلس الأمة والدعوة إلى انتخابات التي في 2 أغسطس والتي انعقدت في 29/9 واستمر المجلس إلى 6 أشهر. وبالتالي اليوم واجب النفاذ، وتم اليوم حتى الأعضاء المبطل عضوية هم في 2020 اليوم ذهبوا إلى مجلس الأمة ويعني حصلوا على مكاتبهم، لأن يعتبر قرار نافذ وحيز التنفيذ من اليوم من صدور هذا يعني القرار. طبعا بالنسبة حق السؤال أستاذ الكريم، الشأن الكويتي بالعكس يعني دائما وأبدا دولة الكويت والشعب الكويتي يتمتع بالديمقراطية ورحابة الصدر والرأي الآخر. فبالتالي اليوم كان رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، واليوم أتى بحكم محكمة الدستورية رئيس مجلس الأمة الأسبق والحالي السيد مرزوق علي الغانم، فبالتالي مرحب فيه على قدم وساق. لو تكلمنا عن الديمقراطية الكويتية ما هي الحل، ما هو وليد الصدفة، ولكن اليوم في حل مسبق في 2012 والدعوة إلى الانتخابات، فبالتالي اليوم راح يستمر في وجهة نظر المجلس الحالي لمدة 6 سنين والدعوة إلى الانتخابات اليوم. نعم، لو سمحت لي، يعني لأنه كثرت الأحاديث حول أسماء معينة، هناك احتقان، ربما ناس تتحدث عن مرزوق الغانم، ناس تتحدث عن قطع أو مقاطعة للانتخابات، كل هذا الجدل الحاصل في الكويت، كيف تقرأ تبعاته على المشهد السياسي، مستقبل المشهد أيضا اليوم؟ أستاذ الكريم، إذا أنا يعني دولة الكويت هي الباقية ولها الوجود الأكمل، اليوم قد يعني كلنا زائلين ولكن دولة الكويت هي الباقية، فبالتالي اليوم احنا مش أمام يعني مفترق طرق، اليوم بناء عن دولة وتنمية وحضارة وممارسة لأمور. أما بالنسبة للأشخاص الذين قد يكونوا مؤيدين أو قد يكونوا معارضين، هذا شأن رأي داخلي شخصي، فبالتالي لا نصب اللوم عليه. لو تأتينا اليوم نتكلم أنا بإعاز وبتاريخ عن رئيس مجلس الأمة من 2013 رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إلى 2013، مكتوب ومسجلة في جوجل أكثر من 184 قانون موجود وتم تفعيلهم في مجلس الأمة. اليوم لو تكلمنا عن المجلس المبطل من 6 أشهر إلى اليوم الحالي تم إبطاله، لا يوجد إلا قانون واحد هو ابتعاث، زيادة الابتعاث في الخارج أكثر من 50%. اليوم لو تكلمنا عن مرزوق علي الغانم عن دوره في الشأن الداخلي له دور كبير، لو تكلمنا على دوره على يعني تقسيم او الحدود السعوديه البحريه الكويتيه كان له دور بتخفيض من امير الراحل الشيخ صباح الاحمد، لو تكلمنا على الدور الاقليمي كان له دور في الازمه الخليجيه، لو تكلمنا على الدور القضيه الفلسطينيه كان له دور في الازمه، فبالتالي مرحب فيه داخليا وخليجيا وعربيا واقليميا. هذا قد تختلف، قد تتفق معه هذا الشأن داخل
رأيك الشخصي، ولكن فرض نفسه على الساحة عنده معطيات، عنده تواريخ، عنده شواهد أموره. اليوم احنا مقبلين على تنمية حقيقية لدولة الكويت. اليوم دولة الكويت متأخرة في كثير من العمران والتنمية والمرور وأزمة السكن البطالة، فبالتالي لم يتجاوز الشعب 1.5 مليون، ولكن عندنا كثير من الأمور معطلة. فبالتالي اليوم التنمية الحقيقية، قد أختلف مع شخص، ولكن هذا الاختلاف لا يعني يصب إلا في مصلحة الوطن. الوطن باقي ونحن زائلون. اليوم قد تختلف معه، قد تحبه، ولكن هو رجل فرض نفسه على الساحة المحلية والخليجية والإقليمية والعالمية. اليوم محتاجين أن تعاون بين رئيس مجلس الأمة سيد مرزوق علي الغانم والحكومة الجديدة المفترض أن تؤدي القسم أمام رئيس مجلس الأمة الحالي سيد مرزوق علي الغانم خلال يعني الأسابيع المقبلة، الأسبوع الحالي أو الأسبوع القادم. فبالتالي التعاون التام بين الحكومة ورئيس المجلس حتى يخدم البلاد والعباد. اليوم رأينا المجلس للأسف المبطل هذا، الأشخاص الذين كانوا يتغلبون على مشاعر الشعب ووصولهم إلى البرلمان وصاروا وزراء وأكثر من وزراء للأسف، أو يعني أكثر ما كان همه رفع السقف الراتب من 3000 دينار كويتي إلى 9000 دينار كويتي. أين قضية الإسكان؟ أين قضية المرور؟ أين قضية المتقاعدين التي أرهقتهم يعني المعيشة وقلاء المعيشة؟ في أمور كثيرة تصب في المنفعة الشخصية. دكتور؟ أنت وزير كونك حامي ومراقب على الأموال العامة. يبدو أن الدكتور لا يسمعني. شكرا جزيلا لك دكتور عيسى العميري المحلل السياسي على كل هذه المعلومات.